صباح الفل على كل حبايبنا الاهلاويه، معاكم احمد عصام، فاكرني بتاع من ملعبنا الاهلي والسلام والكلام ده، وحلقه جديده من برنامج يلا يا اهلي. رجعنا لكم بعد غياب طويل عشان فتره التوقف الدوليه اللي كنا غايبين فيها عن المشاركه في المباريات سواء المحليه او الافريقيه. ماتش النهارده ان شاء الله هيكون قدام ابو قير للاسمده الساعه 5 بالليل على ملعب برج العرب اللي في اسكندريه، واللي هنلاعب فيه فريق من اسكندريه برده، بس ده مش موضوعنا. وبنفكركم بالاستوديو التحليلي على قناتنا ان شاء الله قبل المباراه بساعتين مع كابتن ايمن شاوي وضيوف الاستوديو. يلا بينا. بندخل ماتش النهارده ان شاء الله في دور الثمانيه لمسابقه كاس مصر بعد ما لعبنا ماتشين بس في مسابقه الكاس السنه دي. كسبنا اول ماتش بني سويف بنتيجه 3-1 في دور ال 32، وبعد كده كمان كسبنا الترسانه 2-1 في دور ال 16. وبنلعب النهارده فريق ابو قير للاسمده اللي حقق مفاجات كبيره في الكاس لحد دلوقتي، وقدر يكون موجود في ربع النهائي وسط كبار الدوري الممتاز بعد ما اطاح بالانتاج الحربي من دور ال 32، وبعديه كمان حرس الحدود في دور ال 16. ماتش النهارده ما فيهوش كلام كتير يتقال، لكن الفتره اللي فاتت الحقيقه كان فيها كلام كتير جدا عايزين نتكلم فيه النهارده في فتره التوقف الدولي. شفنا منتخب مصر الكبير لعب ماتشين مع توجو، وفيهم سجل محمد شريف هدفه الدولي الاول، لعبنا العائد من الاعاره، وكمان المنتخب الاولمبي لاعبينا المعارين كانوا بيأدوا بشكل كويس جدا، زي ما شفنا احمد ياسر ريان بيسجل في البرازيل، وكمان عمار وناصر ماهر قدموا مباراة كبيرة جدا قدام فرقة البرازيل القوية وقدرنا نكسب 2-1. مستر موسيماني وجهاز المعاون كانوا موجودين في استاد القاهرة بيتابعوا لاعبينا المعارين ويبصوا على حالتهم كده، اللي الحمد لله يعني كانوا موفقين وخرجوا من غير إصابات الحمد لله ولا أي حاجة. كمان بالنسبة لفترة التوقف الدولي حطينا ايدينا على قلبنا أكتر من مرة بسبب حاجات الإصابة والمخاوف اللي جات لنا من فرق أفريقيا اللي كانت بتلعب في التوقيت دوت. شفنا محمد هاني خرج من ماتش توجو الأولاني مصاب، وفي يعني كلام كده على إن هو ممكن ما يكونش جاهز في ماتش نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكنه إن شاء الله هيكون جاهز قبلها ويقدر يلحق معانا. وكمان عمرو السولية تعرض للإيقاف فلعب ماتش توجو الأولاني بس وما لعبش الماتش الثاني. كمان عندنا في تونس لعبنا علي معلول تعرض كده لوقعة وقعت قلوبنا كلها معاه، لكن الحمد لله طلعت سليمة في ماتش تونس وتنزانيا وما فيهوش حاجة الحمد لله. نفس الموضوع اتكرر مع أليو ديانج في ماتش مالي وناميبيا في تصفيات أمم أفريقيا، لكنه الحمد لله بعد الماتش خرج بنفسه وأكد إن هو سليم وما فيهوش أي مشكلة الحمد لله والدنيا تمام. بالنسبة بقى لبدري بنون فهو وصل للقاهرة وجاهز لخوض التدريبات مع فريقنا استعدادا للموسم الجديد اللي شكله إن شاء الله هيكون موسم قوي جدا، لكن عندنا أهم حاجة في الموسم ماتش يوم الجمعة اللي جاي قدام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا. استنونا ويلا يا أهلي.